نيجي للكفته بتاعتنا. انا هستنى على الجريلا تسخن شويه، بس معايا العدس بتاعنا بيناديلي بيقول لي خلاص انا استويت بما فيه الكفايه، اغرفني علشان تخلص مني. بيهددني الراجل مع ان العدس ده طبق جميل جدا. هنجيب طبق حلو كده ونغرف العدس بتاعنا هنا عشان مخرجنا الحلو يصورني معاه. ادي طبق التقديم. ايوه بجد لا بجد والله ده انا لا انا بالعكس ده انا على طول وفي المطاعم. حاضر. سؤال على السوشيال ميديا بيقول لك اول مره نشوف شيف بيعمل عدس على السحور ولا على الفطار؟ فطار. ما انا لا انا عامل ده وجبه سحور يا استاذ رحاب اهو. العدس اهو. لا جيب لي العدس وهو بيتدلع في الطبق. جيب العدس. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اهو 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 اهو. شفت القوام بتاعه؟ مدي شويه للبصاره. هعمل له طشه دلوقتي. حاضر. عينيا الاثنين. وانا واقف كده السله اعمل له طشه حلوه قوي. معلقه سمنه بلدي من اللي عندك في الثلاجه. والعدس ده قيمته الغذائيه عاليه على فكره، ويمكن هو عكس عكس الفول يعني مش بيعطش على فكره. انا امبارح شرب شوربه عدس على الفطار والله. عندنا كمان سمنه بلدي اسيبها تسيح كده بالشكل ده كده علشان هعمل طشه دلوقتي بسميها طشه بلدي. طشه بلدي للعدس. العدس انا غرفته ده على فكره ممكن يتاكل بارد. سمنه بلدي مع السمن مع الثوم مع شويه كزبره ناشفه مع شويه بهارات حلوين مع معلقه طماطم مهروسه حلوه او فلفله حلوه، وهنزين بيها العدس ده. هتلاقي دلوقتي الصوره بتتكلم عن نفسها وبتتكلم مصر. هنعمل الطشه بتاعه العدس عشان ندلعه شويه. السمنه ساحت. ناخد شويه الثوم الحلوين. انا معايا النهارده يا استاذ رحاب صينيه كوسه بالبشاميل. ايه الحلاوه دي يا عم شيف؟ كله عايز يعرف كوسه بالبشاميل. ده توم طازه. الكوسه بالبشاميل دي انا هعملها النهارده، مقاديرها عند حضرتك اكيد. حلو. حاضر. هخش عليها حالا دلوقتي. كزبره ناشفه مع التومه كده. استنى عليها بس تشم كده ريحه السمنه وتتعرف عليها، بقري ولا جاموسي. ناخد الكزبره الناشفه. يا ويلي يا ويلي على الطبق ده. كزبره ناشفه وتوم. هتعمل طشه ملوخيه يا مغازي؟ لا مين قال لك يا حاج؟ اصبر على رزقك يا طيب. معلقه فلفله حلوه. اوبا في قلبيها. حلو لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك. معلقه طماطم مبشوره معانا اهي زي الفل. ناخد ده. يلا ونقلب الخليط ده كده. العدس بيناديها. بتناديني تاني ليه؟ ملح وفلفل. الله. ملح وفلفل وسنه كمون يا ابو غازي، علشان الكمون بيشيل الغازات وبيرحم القولون من العدس والفول والبقوليات والمشاكل بتاعته. كمون. زود كمون، انا بحب الكمون. بص عليا بقى. بص واستعد بقى عشان الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. هناخد الخلطه دي يا مغازي وننزل بقى هنا. يا ويلي ده عدس ده ولا ايه ده؟ ده تحفه. دي لوحه فنيه. دي لوحه فنيه. اللي ياكل من الطبق ده ويعمله بالطريقه دي يدعي لي. تقولي بقى سحور، تقولي فطار. والله العظيم ده لو قدامي على الفطار هسيب السمان واسيب الكفته واسيب كل حاجه معموله النهارده واكل ده بالعيش البلدي بتاعنا اللي معانا. يلا التفاصيل عندنا. بس خلاص.